عنب هذا يعني بلدي مش عنب بناتي، له طعم ونكهة سبحان الله من الله. يعني هذا العنب له نكهة غير عن كل عنب الله خلقه، يعني مش موجود في أي أراضي حتى، نكهته مميزة جدا جدا جدا. ومن بعد العيد يعني بحمد رب العالمين تمينا قطف بالعنب. في كرومك طلعنا منها زي حكي 48 طن عنب السنة اللي راحت، السنة هذه بتطلعش منها 80، يعني الأربعين مش موجودات. هو هيك العنب يعني سنة أو سنة لا، هو يعني بشكل عام العنب سنة أو سنة لا، لكن برضو الشوبة إلها دور، يعني الشوبة والسقع بنفس الوقت. قبل كجت يعني سقعة شديدة بتأثر على العنب، وبرضو الشوبة الشديدة بتأثر على العنب. وإحنا كمان يعني في فترة الحب ما كناش نيجي هنا نورق العنب، نفتح له عيون يا الشمس عشان ياخد لونه عشان يطلع، المية انقطعت عنه شوية يعني ما بنقدرش نمشي. أنا بدي أطلع أسقي عنب، عارف أنا أسقي عنب، لكن غير بعرفش إن أنا طالع أسقي عنب، يعني ممكن أنا أنضار، فما كناش نطلع نسقي بالمرة.